السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي قناة أجيال الأندلس. النهارده معانا مشاكل متكررة لوزير التربية والتعليم، ودي رسالة بنبلغها لوزير التربية والتعليم وكل توكيلات سامسونج، لأن اللي بيحصل دلوقتي اللي فيه طلبة كتير جدا بتلاقي إن التابلت بيطلع بره المنظومة أو بيحصل له مشاكل، فبيروح التوكيل يقول له برضة أو يقول له مشاكل تانية. فاحنا معانا حاله هتتكلم عن الموضوع ده في ثانيه ثانوي، طالبه هتحكي مشكلتها ايه عشان كله يبقى خلي باله ويبقى في حذر من الموضوع ده. فانت احكي لنا مشكلتك كده اتفضلي. حضرتك انا التاب في الاول، انت طالبه في سنه كام؟ ثانيه ثانوي. ايه المشكله بالظبط؟ ايه اللي حصل معاكي بالظبط؟ اللي حصل معايا ان انا حاولت التاب في الاجازه، حاولت التاب موضوع موبايل زي الموبايل عادي. يعني ما عملتيش تهكير ولا اي حاجه؟ لا خالص، جيت عشان اعمله بعد لما الدراسه اشتغلت ما رضيش يعمل، رحت بيه التوكيل كذا مره قالوا لي ادوني وصل وقالوا لي البورد عايزه تتغير. البورد عاوزه تتغير؟ يا جماعه اللي فاهم في الموضوع ده يا ريت يقول لنا، هل ممكن التابلت تبقى شغال والبورده بايظه؟ ايه اللي حصل؟ يعني التابلت شغال معاكي دلوقتي؟ ايوه التابلت شغال بس البورد عايزه تتغير. رحت بيه المدرسه قالوا لي طالما البورده شغاله يبقى البورده سليمه، طالما التاب شغاله البورده سليمه. يعني انت دلوقتي بتخش على المواقع وبتخش على باي حاجه من التاب؟ لا دلوقتي ما يم... لا بس هو التاب شغال. لا يعني بيشتغل، ممكن تشغلي فيه الخط ويشتغل يستقبل وكل حاجه؟ ايوه. طيب بتدخل على اليوتيوب منه او بتدخل على مواقع او اي حاجه منه؟ ايوه تمام. امال ايه المشكله بقى؟ بتدخل على حاجه ما بيدخلش على ايه؟ المشكله اللي هو ما بيجيبليش الحصص والحاجات اللي بتاعه المدرسه اللي هي برامج بتاعه المدرسه مش راضي يدخل عليها. يا جماعة اكتبوا لنا في التعليقات لو في اي حل عند اي حد، وانا هتصل بكذا حد بيفهم في الكلام ده بحيث يقول لنا المشكلة فين بالضبط. طب ايه اللي حصل تاني؟ لما رحت بعد ما رحت التوكيل رحت المدرسة المستر قال لي طالما البوردة التاب شغال البوردة سليمة، روحي صلحيه برا وانا وهتيجي الوسط وهديكي ال 1600 جنيه بتاعته. لا الموضوع ده غريب شوية، مش عارفة بقى اعمل ايه. لا الموضوع ده غريب. احنا هنعرض مشكلتك لوزير التربيه والتعليم، ويا ريت يا جماعه ننشر الفيديو ده على اوسع نطاق عشان كل الناس يبقى في تحذير لكل الطلبه سواء لاولى او ثانيه او ثالثه، لان المشكله ديت مش مشكله فرد واحد، الناس كتير بتتكلم في الموضوع ده. فيا ريت يا ريت الدكتور طارق يشوف لنا حل، يا ريت التوكيل يطلع ببيان يقول لنا في ايه، لكن حكايه اسم برده بايظه وما تطلعش بايظه وناخد فلوس من الطلبه ده اسمه احتيال وغش. فانا من هنا بطالب كل مسؤول التعليم يخلي باله من النقطه دي. طب ايه تاني اللي حصل معاك؟ نعم حضرتك؟ حاجه تانيه حصلت معاكي؟ لا شو دلوقتي طب انا عايز ارجع التاب ومش عارفه عشان الامتحانات وكده. والله انت تتابع معانا في التعليقات وان شاء الله هنعرف الكلام ده، ولو في اي حل انا وصلت له انا هبعت لك برساله ان شاء الله. تمام يا حضرتك. ماشي، شكرا جزيلا، مع السلامه. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.